يمكن اللي بيخليني احكي هذا الحكي انه اول مره شفتك فيها حسيت لقيت الحاجه اللي ناقصاك. صح صح. اعتقد يا استاذ فؤاد ان انا سمعت الكلام ده قبل كده. دكتوره شمس، يمكن اكثر من هيك. عفوا، اذا بدي اشوف الدكتوره شمس وين بلاقيها؟ دكتوره شمس اذا بدك اياها هي موجوده بالمكتب اللي بالصدر هذاك. اهلا وسهلا. بتمنى من كل قلبي انه نحن. انا مسمح لكش تمسك ايدي كذا، انت انسان قليل الادب. شو فايت على خان؟ شو عم تعمل؟ سيد عمران، انت تاجر ومقدر ومبين عليك فهمان، ما بصير تقول هيك لربطه. بعدين نحن قاعدين بالمشفى الوطني، يعني ما بيصير هذا الحكي. بالمناسبة معالي الوزير علي بوزو بذات نفسه مهتم بالقصة. والله أنا اللي عندي قلت لك يا سيد فؤاد، سمعنا شو عندك. والله يا سيادة الضابط، أنا كنت بالمكتب ما شفته غير فتح الباب وفات. قلت له شو فايت على خان وهجم علي. معلش حضرة الضابط، أنا الدكتورة شمس. ممكن أقول لك على حاجة مهمة؟ أهلا وسهلا دكتورة، شو بتعرفي عن سبب المشكلة؟ دكتورة ما بتعرف شيء، هي إجت بعد الخناقة. لا مش بعد الخناقة، أنا عايزة أسجل معاك إنه اللي اسمه فؤاد ده قال الأدب معايا. هذا الحكي مو صحيح. لو سمحت. الله يخليك حضرة الضابط، لا تاخذ الكلام أبدو. سيد فؤاد، معناتها رح نفتح محضر تاني بشكوى مقدمة من الدكتورة. بس هذا الحكي ما صار. لا حصل، ما تنكرش أحسن لك. بس الدكتورة بدها تقدم شكوى، وكتار اللي قالوا إن الدكتورة كانت عندك بالمكتب.